المعدات التي قدمها البرنامج السعودي في خدمة هذا المجتمع، والآن ألتمس المجتمع لأن هذه المعدات التي قدمها البرنامج السعودي هي عادت فائدة عليهم. بدأت ظهرت ما كان يتوقعون أن في ولادة في المرفق هذا. جزاهم الله خير، خفف العباء على الناس، كان الناس يقطعوا مسافات إلى حديبة، والآن الحمد لله رب العالمين الناس كلهم متجهين إلينا، واستقبلنا قدنا 5 حالات الآن من يوم فتحنا غرفة الولادة. نشكر الله ثم نشكر البرنامج السعودي الذي قام بدعم هذه الأشياء، الذي قام بدعم هذه الأجهزة، وقام بدعم أدوات التوليد، وقام بدعم غرفة الولادة كاملة. كنا من الأول نتعب من يوم نروح حديبة، كان معنا تولدنا، وجزاكم الله خير على الدعم دعمته. نشكر البرنامج السعودي، كنا من أول كنا نسعي في الوعر، طريق الوعر نسعي لمدة 3 ساعات 4 ساعات لحديبة ونحن في حاجة لولادة، والآن الحمد لله تأسست لنا في هذا المركز. أنا لي ثلاثة أولاد، كل ما ولد كل أزعفهم إلى هذا المستوى إلى حديبة، بهذا فضل الله بهذا الأجهزة سعفت زوجتي إلى هذا المنطقة.